الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في ظل إجراءات صحية مشددة، حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة. يا رب صحة وعافية وستر وأمان يعم على جميع العراقيين. تحت شعار عيدك في بيتك، العراقيون يستقبلون عيد الأضحى بأمنيات انتهاء وباء كورونا. بهدف إنجاح الانتخابات المبكرة، المفوضية تدعو لإجراء بعض التعديلات على مشروع قانون. لأول مرة الاتحاد الأوروبي يعاقب روسيا والصينيين للاشتباه بمشاركتهم في هجمات إلكترونية. حياكم الله مشاهدينا في كل مكان إلى هذه الساعة الخبرية، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. كل عام وأنت بخير علي. وأنت بألف خير أحلام. أهلا بكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الطواف حول الكعبة المشرفة صباح اليوم لتأدية طواف الإفاضة بعد أن أنهوا رمي جمرة العقبة. وفي وقت سابق توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم العاشر من ذي الحجة الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بعد نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة. وأعلنت السلطات في السعودية عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج حتى مساء أمس الخميس. عيد الأضحى هذا العام كان مختلفا عن سابقه، حتى الأمنيات اختلفت بعض الشيء. وفي وسط المواطنون كانت أمنياتهم في العيد أن ينتهي وباء كورونا ويعم الأمن والأمان في ربوع البلاد. أقدم تهنئة للشعب العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله الله يبعد هذه الغمة عن هذه الأمة، ويا رب كل عام ويعني كل عيد أضحى مبارك الشعب العراقي بخير، وأهني أهلي وأصدقائي وأقاربي، ويا رب صحة وعافية وستر وأمان يعم على جميع العراقيين. أهني الشعب العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويا رب إن شاء الله العيد اللي يجي كل العراقيين بصحة وعافية وبخير، ويا رب يعم السلام على الشعب العراقي، وأتمنى لهم كل الخير والموفقية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نقدم التهنئة إلى مقام المرجعية الرشيدة وإلى الشعب العراقي الأبي، وإن شاء الله يكون هذا العيد فاتحة خير وبركة وتنزال هذه الغمة عن هذه الأمة. نهنئ الشعب العراقي العظيم العيد المبارك، وإن شاء الله عيد خير وصحة والسلام على العراقيين. أجواء جديدة تحت شعار عيدك في بيتك، عادات وتقاليد عيد الأضحى المبارك في محافظة الأنبار تختفي لأول مرة بسبب الإجراءات الوقائية وقلة تبادل الزيارات الأسرية للحد من انتشار فيروس كورونا. لطالما كانت أجواؤه وطقوسه ذات خصوصية في قلوب المسلمين، أجواء العيد وعاداته في الأنبار لا زال بعضها يعمل به إلى الآن كتبادل التهاني والتبريكات، وبعضها توقف وخاصة في زمن كورونا. احنا عاداتنا وتقاليدنا، احنا اولا تلقينا من الصبح لازمين سرة، لو رايحين جايبين جيمر وكاهي، والناس تطلع على المقابر شايله هذا اللي يشيل شكليت وهذا اللي يشيل بخور وهذا اللي يشيل كليجه، فاحنا هاي تقاليدنا من صار سنين متعودين عليها. تلاقي لك الناس تزور ناس، والتقاليد الحلوه تدخل للبيت وايدك وياك حلو، الافراح تفرحهم تنطيهم عيدياتهم، هي هذا الاعياد اللي عندنا التقاليد اللي موجوده. هسه تغيرت لان اصبح الحظر وكورونا، بدات الناس تخاف، ما حد يسلم على حد من بعيد. كانت العوائل تطلع والاقارب يزوروا ما بيناتهم وسفرات، يعني هيك كان. التهاني والامنيات تنوعت بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ولكن قاسمها المشترك هو الدعوات بعوده الحياه بلا كورونا التي غيرت المشهد بكل تاكيد، ودعوات للمواطنين بالاستمرار بالالتزام
للحفاظ على أرواحهم. جائحة كورونا قللت خلينا نقول الزيارات والعادات والتقاليد اللي كنا متعودين عليها، ولكن إن شاء الله نتأمل الخير بالأعياد القادمة والأيام القادمة أنه يرجع إن شاء الله الوضع كما كان، ونتخلص إن شاء الله من وباء كورونا بالتزام أهلنا وأخوتنا بالوقاية. وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير. لا يوجد خلاف في الأعياد، هي كلها شعار شعار الله سبحانه وتعالى، ولكن تعرف أنت أخي العزيز في هذه الجائحة تغيرت الأمور بسيطة. أولها إغلاق المساجد، وثانيها الناس عزفت عن الخروج في هذه الجائحة. عيد الأضحى المبارك يمر في ظل جائحة غيرت كثيرا من المشهد المألوف والمعتاد. عمر الدليمي، العراقية الإخبارية، الأنبار. في الديوانية هنا أهالي المحافظة أبناء الشعب بعيد الأضحى المبارك، داعين الباري عز وجل أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة. عيد مميز طبعا، تهنئة من القلب إلى الشعب العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رغم هذه الظروف القاسية اللي نعيشها، أجواء عيد ما عدنا كل شيء، بس أنا إيش أقول؟ تهنئة للشعب العراقي، وأقول لهم حمد الله على السلامة، حمد الله على سلامتكم، بقائكم بخير وبصحة وبعافية. أمنياتنا بالصحة والسلامة الآن، الأمنية الوحيدة هي اللي أنا أتمناها الأهلي الناسي محافظتنا في كل العراق، الصحة والسلامة والعافية، وإن شاء الله العيد الآخر إحنا عابرين هذه المحنة وهذه الأزمة. سيأتينا العيد ونحن في البيوت في أزمة كورونا، العيد في زمن كورونا سنكون في البيوت. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعاد على الشعب العراقي هذا العيد لنتخلص من هذه الجائحة ونتخلص من هذه الأزمة إن شاء الله، وأن نكون بأحسن حال. أسكت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة
وصلى الله على محمد وآله وسلم. أهلا بكم. اتخذت خلية الأزمة المحلية في كربلاء المقدسة عدة قرارات وقائية، أبرزها غلق مداخل المحافظة لمنع دخول زائري العتبات المقدسة وتطبيق حظر التجوال التام للحد من انتشار فيروس كورونا. تزامنا مع زيارة عرفة وعيد الأضحى، اتخذت خلية الأزمة المحلية في كربلاء قرارات عدة، منها غلق محافظة كربلاء بالكامل وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال الشامل عبر التجديد في السيطرات الخارجية وتسيير دوريات في الطرق النيسمية. حظر تام للتجوال، أي مخالف سيعرض نفسه للمسائل القانونية. نعم، نعتقد أن هناك أعداد كبيرة تزحف إلى مدينة كربلاء، ولكن سيواجهون السيطرات الخارجية، وفي حال محاولة خرق أي زائر لهذا الحظر أو محاولة الدخول عبر الطرق النيسمية أو البساتين سيعرض نفسه للمسائل القانونية. أهالي كربلاء المعروفون بإكرام الزائرين دعوا قاصدي المدينة إلى تأجيل زيارة الأضرحة المقدسة حفاظا على سلامتهم ومنعا لزيادة الإصابات. أتمنى من أخوتي وأصدقائي وأهلنا وكل العراق وحتى الخارج البلد بس هالمرحلة هاي تعدي على خير، وبعدين على روسنا نحطهم، ما عندنا أي مشكلة بهذا الموضوع، وإحنا دائما خدام الزوار الحسين. الله ما يحرم الزوار من زيارة إن شاء الله، بس هذه الظروف صعبة شوية، وهم المفروض هم يعرفون هذا الشيء، إحنا ما نقدر نمنعهم. وإن شاء الله سنة الأخرى الأمور تصير أحسن ويجون بالخير ونخليهم على رأسنا. إحنا الكربلاء معروفين بالضيافة والكرم. إحنا ما نقولهم لا تجون، تعالوا أهلا وسهلا بكم، نشرف بكم، وإحنا الكربلاء نخدمكم بعيوننا على رأسي، بس هسه أجلوها، يعني هذا الوقت مو وقت زيارات، مو وقت عبادات، عبدوا، صلوا، زوروا ببيوتكم، ببيوتكم، لأن هذا الوضع كلش تعبان عندنا، خطر، هم علينا وهم عليكم. رغم تزايد الإصابات والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتحذيرات، إلا أن عدداً من المواطنين يصرون على أداء الزيارات للعتبات المقدسة، الأمر الذي دعا الجهات الأمنية على التجديد من إجراءاتها الوقائية على السيطرات الخارجية وفي داخل المدن، تطبيقاً للحظر الوقائي. حيدر الحاج، العراقي الإخبارية، كربلاء المقدسة. مشاهدينا، ومعنا شبكة مراسلي قناة العراقية الإخبارية من النجف الأشرف منتظر الشريفي، وينضم معنا أيضا من كربلاء المقدسة حسين محمد. أبدأ معك منتظر، كل عام وأنت بألف خير. نبدأ من النجف، حدثني منتظر، كيف هي الأجواء في النجف الأشرف وسط الإجراءات الوقائية التي فرضتها خلية الأزمة والسلطات هناك؟ كل عام وأنتم بألف خير. النجف كما تعرف مدينة سياحية تجذب الزائرين من مختلف بقاع العالم، لا سيما المحافظات العراقية، في كل عام من أجل تأدية مراسيم زيارة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والمقابر، وهنالك الكثير من الأضرحة والمساجد القديمة كمسجد الكوفة المعظم في مدينة الكوفة، هنالك مواقع أثرية. إذن هذه المدينة مدينة سياحية، لكن في ظل إجراءات كورونا وفي ظل جائحة كورونا، هنالك جملة من الإجراءات اتخذتها خلية الأزمة في محافظة النجف الأشرف كباقي المحافظات العراقية واتباعا أيضا لخلية أزمة الاتحادية. طيب، أبرز ما يوجد في هذه القرارات وأبرز هذه القرارات هو منع دخول الزائرين إلى المحافظة. طبعا هذا المنع ليس فقط في العيد، سبق العيد ب فترات طويلة. طيب، وبالتالي وخصوصا في فترة العيد تم تجديد الإجراءات. أنا كنت يوم أمس
في زيارة إلى بعض المفارز التي يدخل من خلالها الزائرون إلى مدينة النجف الأشرف. تم إغلاق هذه المفارز وفتحت فقط لأبناء المدينة الذين كانوا في يعني يؤدون أعمالهم خارج الحدود الإدارية أو عفوا خارج حدود مركز مدينة النجف الأشرف. عموما تجديد بالإجراءات السيطرات الخارجية، الطرق النيسمية أيضا أغلقت تماما، و يعني تم الاعتذار من قبل الحكومة المحلية إلى الزائرين. ربما سيكون لكل حادث حديث بعد فترة العيد وبعد أيام العيد من أجل ربما تسهيلات سوف تأتي، ربما أقول بخصوص دخول الزائرين إلى مدينة النجف الأشرف، لكن الآن أؤكد مرة أخرى أنها مغلقة. في العتبة العلوية المطهرة هنالك جملة أيضا من الإجراءات لاستقبال الزائرين برغم محدودية أعداد الزائرين، لكن هنالك إجراءات. على سبيل المثال تم وضع جهاز إلكتروني في البوابات، هذا الجهاز يقوم بقياس درجة حرارة الزائرين، كل من يدخل بوابة الصحن العلوي المطهر هذا الجهاز يقوم بفحص حرارة الداخل، وتم كشف بعض المواطنين حرارتهم مرتفعة أكثر من 37 وتم إخبارهم ومعالجة هذا الأمر معهم. هنالك أيضا بوابات التعقيم، هنالك أيضا إجراءات التباعد، تعفير الدوري للمرقد الطاهر، كذلك في المسجد الكوفة والمساجد الأخرى. بعض المساجد لحد الآن ما زالت مغلقة كمسجد كميل، وهنالك مساجد أخرى ما زالت مغلقة. نعم. منتظر من عادات العراقيين في الأعياد هي التزاور والذهاب إلى الأحبة والأصدقاء والأناس الآخرين، هل سمحت السلطات الأمنية في المحافظة بحرية التنقل بأوقات محددة للمواطنين؟ فعلا تم السماح للمواطنين منذ فترة، يعني منذ أسابيع، لحرية التجوال في داخل محافظة النجف الأشرف. حظر التجوال تحديدا أصبح من الساعة 12 بعد منتصف الليل ولغاية 5 صباحا، هذه الفترة يمنع فيها التنقل خارج المنازل وخارج الأحياء، لكن في عدا ذلك يعني من 5 صباحا ولغاية 12 ليلا الأمور طبيعية جدا، الحركة جدا طبيعية، الأسواق مفتوحة، المولات مفتوحة، حتى بعض يعني المقاهي التي تستقبل المواطنين، لكن هنالك إجراءات يتم توظيفها، إجراءات التباعد المكاني بين الزائرين الزائرية تلك المقاهي والمطاعم، حتى المطاعم يعني بهذا منتظر. أنا أفهم منك أن السلطات في محافظة النجف الأشرف أعطت للمواطنين حرية التنقل لكن وفق إجراءات معينة. أنتقل إلى كربلاء المقدسة إلى حسين محمد. أهلا بك حسين وكل عام وأنت بألف خير. حسين، كيف هي الإجراءات الوقائية في المحافظة في كربلاء المقدسة خلال عيد الأضحى المبارك؟ عيد مبارك على الجميع وعساكم من عوادة علي. علي، حقيقة يعني في مدينة كربلاء المقدسة الإجراءات الوقائية لن تختلف كثيرا عن مدينة النجف الأشرف. يعني اليوم مدينة كربلاء المقدسة في أول أيام العيد لم تشهد المدينة المقدسة المراسيم العبادية لصلاة العيد وأيضا خطبة صلاة العيد التي كانت تجري في مثل هذا اليوم من كل عام، يعني بسبب الإجراءات الوقائية وطبعا العتبة الحسينية والعباسية، يعني كانت مسبقا يعني قبل أيام اعتذرت للمؤمنين أنها ألغت المراسيم العبادية لزيارة يوم عرفة وأيضا صلاة العيد وخطبة صلاة العيد، وطلبت المؤمنين بالبقاء في منازلهم والالتزام بالشروط الوقائية التي أقرتها خلية الأزمة للحفاظ على سلامة المؤمنين سواء في كربلاء أو الداخلين إلى مدينة كربلاء المقدسة طبعا، وبزاد ذلك يعني على صعيد متصل أيضا خلية الأزمة في مدينة كربلاء المقدسة طبقت حظرا شاملا للتجوال منذ منتصف ليلة الخميس،
وأيضا قامت بإغلاق السيطرات الخارجية المؤدية إلى المدينة. طيب. وحرضت وفرضت إجراءات صارمة حول دخول المركبات إلى مدينة كربلاء المقدسة، وأيضا الطرق النيسمية التي كان يسلكها الزوار في الأيام الماضية للدخول إلى مدينة كربلاء المقدسة لزيارة الأضرحة المقدسة هنا في المدينة. أيضا العتبتين المقدستين رفعت من وتيرة التأهب خصوصا بالنسبة للفرق الميدانية التي تقوم بتعفير منطقة ما بين الحرمين الشريفين وتطهير منطقة الحرمين. أيضا هناك يعني إجراءات وقائية كبيرة تتخذ إذا ما دخل الزوار. طبعا يعني في ليلة الخميس الماضية دخل عدد من الزوار بطريقة غير نظامية إلى الحرمين الشريفين، يعني الزيارة لم تمنع في مدينة كربلاء المقدسة، ولكن هناك إجراءات وقائية يعني طلبت فيها خلية الأزمة. وأيضا العتبتين المقدستين قامت بنشر قبل قليل يعني ذكر منتظر على الرغم من وجود بعض الإجراءات الوقائية من قبل السلطات في النجف الأشرف، لكن يوجد هناك في المقابل حرية لتنقل المواطنين، التزاور مع بعضهم. هل طبقت نفس الإجراءات التي عمل بها في النجف طبقت أيضا في كربلاء المقدسة؟ يعني تقريبا الإجراءات مقاربة كما يعني ذكرت علي، يعني فعلا هناك تجديد يعني في السيطرات الخارجية لمدينة كربلاء المقدسة، ولكن هناك تخفيف للإجراءات التي تأخذت داخل المدينة. هناك يعني سماح للمواطنين، لأنه خلية الأزمة تعول على وعي المواطنين في التزام بشروط السلامة والأمان وارتداء الكمامات وأيضا القفازات وأيضا الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاكتفاء ربما ب يعني المعايات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هذا يعني الموجود الآن في المدينة. أيضا خلية الأزمة قامت بإغلاق الأماكن العامة كمدن الألعاب وأيضا المتنزهات يعني ضمن إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، خصوصا أنه في الأسابيع الماضية وحتى يوم أمس يعني مدينة كربلاء سجلت يعني أعداد كبيرة، يعني ارتفاع كبير في عدد الإصابات المسجلة في مدينة كربلاء المقدسة. يعني يوم أمس يعني على سبيل المثال يعني كان هناك أكثر من 250 إصابة سجلتها دوائر الصحة في مدينة كربلاء المقدسة، يعني وهذا عدد كبير يعني في المدينة، يعني لم تعهدوا يعني شاهدنا زيادة في الأيام الماضية، وهذا ما تتوقع طبعا خلية الأزمة من خلال فرض يعني حظر التجوال الشامل سواء داخل المدينة وأيضا الطرق المؤدية من أجل التقليل من دخول الزوار، وهي اعتذرت سلفا يعني قبل يعني بدء الزيارة. طيب. أنها تعتذر عن استقبال زاري الأضرحة المقدسة حفاظا على سلامتها. طيب حسين، أنا أشكرك. نعم. شكرا جزيلا، كنت معي من كربلاء المقدسة مباشرة، وأيضا منتظر الشريف من النجف الأشرف، شكرا لانضمامكم إلي في نشرة الأخبار. منطقة الشورجة ذات الحركة التجارية الكثيفة فقدت اليوم هذه الصفة بسبب تفشي فيروس كورونا، فالمحال التجارية التي فتحت أبوابها تعد اليوم على عدد أصابع اليد. قد لا يصدق هذا المشهد الهادئ لمكان طالما اشتهر بضجيجه وحركة المارة والعربات المزدحمة فيه. الهدوء يخيم على منطقة الشورجة الميناء التجاري للعراق، والسبب هو الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. على غير عادتها، منطقة الشورجة ذات الكثافة العالية بالمتبضعين تفتقد اليوم لهذه الحركة التجارية الكثيفة، والسبب هو فيروس كورونا الذي غيب طقوس العيد وجعل الفرحة به حذرة، فالأجواء قبيل استقبال عيد الأضحى لم تعد كسابقاتها. كلهم معزلة، لأنه تعرفين الأوضاع والوباء هذا المنتشر جائحة كورونا، ومع هذا الحر الشديد اللي موجود لأول مرة يجينا هيك حر 53 درجة حرارة مئوية وغيره، فهذه كلها أسباب اللي تخلي المواطن العراقي يعزف عن الخروج. محال تجارية على عدد أصابع اليد مفتوحة أبوابها أمام المتبضعين من المناطق المجاورة للشورجة، وهذا لا يلبي ما يحتاجون لشرائه للعيد. شيء غريب يعني، هذا كل دولة وين إن ما إن محطة رجل نمشي يعني قهر. حفظ الله للعراقيين أجمعين، شبابا وشيبا وعجايز وأطفال، يا رب الفرحة تكمل. حتى لو حضر تجوال شامل بس الفرحة تبقى فرحة العيد. أمنيات العيد يبدو إنها توحدت في جميع أرجاء المعمورة لدفع بلاء هذا الوباء الذي تدخل ليغير إعدادات العادات اليومية والطقوس بجميع أشكالها. من بغداد، منة الله ظاهر، العراقية الإخبارية.
دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وعقدت المفوضية اجتماعا موسعا بكامل أعضائها لمناقشة استعدادات المفوضية والسبل الكفيلة بنجاحها وفق المعايير الدولية. وجرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إكمال القانون والملاحق الخاصة به، وكذلك تجاوز الروتين الإداري الذي يؤخر التوقيتات المحددة لجدول العمليات والاحتياجات الانتخابية المالية والفنية واللوجستية أيضا. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحكومة ماضية بفتح التحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي، سيما بعد إعلان قوائم شهداء التظاهرات. وأضاف الكاظمي في تغريدة له أن قوى الأمن هدفها حماية أرواح العراقيين، وأن المتجاوزين لا يمثلون المؤسسات الأمنية. ثبت من سير التحقيق والشهادات العيانية بأن الشهيدين تم استخدام فنادق الصيد السجن اللي أدت إلى استشهاد. أجري التحقيق المفصل مع المنتسبين الثلاثة اللي هم ضابط برتبة رائد وضابط برتبة ملازم ومنتسب، ولا زارت الإجراءات القانونية بحقهم مستمرة لغرض إحالتهم إلى المحكمة المختصة. كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي أن لجنة تقصي الحقائق أثبتت أن شهيدي ساحة الطيران أصيبا ببنادق الصيد، مضيفا في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التحقيق بأحداث التظاهرات أن البنادق استخدمت من قبل ثلاثة منتسبين بنحو شخصي. ثبت من سير التحقيق والشهادات العيانية وتقارير الطب العدلي بأن الشهيدين تم استخدام بنادق الصيد السجن اللي أدت إلى استشهادهم. خلال التحقيقات الأولية والتعمق بالتحقيق ثبت أن هناك استخدام لهذا السلاح بشكل شخصي من قبل ضابطين ومنتسب. أجري التحقيق المفصل مع المنتسبين الثلاثة اللي هم ضابط برتبة رائد وضابط برتبة ملازم ومنتسب. الرائد أحمد سلام غضيب، معاون آمر الفوج الرابع اللواء الثاني حفظ القانون، واحترف صراحة باستخدامه سلاحه الشخصي اللي هي بندقية الصيد، وتم العثور عليها في عجلته ومعها 143 خرطوشة. الغانمي أكد أن قاضي التحقيق قرر إيقاف المنتسبين المتهمين، مشيرا إلى تشكيل مجلس تحقيقي لاستكمال استجوابهم وتحويلهم إلى القضاء. على أثر الاحترافات تم الانتقال إلى محل الحادث والعثور على المبرز الجرمي أو المبرزات الجرمية اللي كانت مستخدمة في الحادث. قرر السيد قاضي التحقيق المختص توقيف المتهمين المذكورين أعلاه وفق المادة 406 على أولا من قانون العقوبات العراقي، ولا زارت الإجراءات القانونية بحقهم مستمرة لغرض إحالتهم إلى المحكمة المختصة. هؤلاء خرجوا لاسترداد وطن وطنهم. نحن نقول ضحايا في البداية، ولكن في المنهاج الوزاري تحدثنا عن شهداء، فهم شهداء.
مجموع عدد الشهداء الذين سقطوا هو بقرابة 560 شهيد، هذا يضمن الشهداء المدنيين وبما فيهم القوات الأمنية. في يوم أو يومين عدد كبير إطلاقات نار، في لحظات أخرى تجد دخانيات كثيرة، في أيام أخرى تجد هناك دهس وإلى آخره، وهذا يكشف لك إلى أي قدر كان حجم العنف في هذه اللحظة. أعلن مستشار رئيس الوزراء هشام داود أن عدد شهداء تظاهرات تشرين بلغ 560 شهيدا من المتظاهرين والقوات الأمنية. وقال داود في مؤتمر صحفي إن العنف الذي استخدم ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول، مؤكدا أن ضحايا التظاهرات هم شهداء الوطن، وسيتم تعويض أسرهم ماديا وتخصيص قطع أراضي لهم أيضا. ما توصلنا إليه بأنه مجموع عدد الشهداء الذين سقطوا هو بقرابة 560 شهيد، هذا يضمن الشهداء المدنيين وبما فيهم القوات الأمنية. بطبيعة الحال نحن لدينا بعض المعاناة، إلى اليوم هناك جثث غير معلومة، العديد من الجثث كانت متفحمة. في الظروف العراق الحالية ومع اشتداد أزمة كورونا عقد الأمر علينا بعض الشيء حتى نعرف هذه الجثث، وفي نفس الوقت كي يعرف ويعلم عوائل هؤلاء الضحايا بأنه أولادهم للأسف سقطوا في هذه الحركة. مستشار رئيس الوزراء قال أيضا إن من حق عائلات الضحايا تقديم شكاوى ضد أي مسؤول كان، وأن لجنة تقصي الحقائق سوف تستجوب كل من كانت له يد في استهداف المتظاهرين. فيما بعد نحن نتمنى أنه القضاء يعمل في العراق، وهذه العوائل من حقها أن تقدم الشكاوي بحق أي مسؤول كان. أما من ناحية لجنة تقصي الحقائق فسوف تستجوب من كان لهم القرار والسلطة في هذا الجانب، ويجب أن تستجوب في ذلك الوقت. من أطلق النار ليسوا ناس من المريخ، هم بيننا هنا، وليس بالضرورة تكون دائما الدوافع عدوانية، ربما من الخوف، ربما ما يعرف الآخر، ربما أيضا مصالح، ربما أيضا نزوة السلطة إلى آخره، كثيرة هي أسباب. ولكن شو دفع هذا الوضع كليته في لحظة ما أن ينفلت بهذا الشكل؟ تردي الواقع الخدمي وتهالك البنى التحتية في الديوانية وعلى رأسها قطاع الكهرباء دفع العديد من المواطنين للخروج في احتجاجات تطالب بتوفير الخدمات هناك. في ظل درجات حرارة ملتهبة تعدت 50 درجة مئوية، زادت معاناة المواطن الديواني من تردي الخدمات خصوصا الكهرباء، والذي اضطر للتعبير عن سقطه بصور شتى، أبرزها حرق الإطارات وغلق بعض الشوارع لإيصال صوته. لا عندنا مستشفيات، لا عندنا خدمات، الماء مقطوع، لا كهرباء، اليوم قالوا بالثلج وصل 5000، زين الفقير ما عنده، الفقير ما عنده، الفقير مين يجيب؟ بس احنا بنمشي 12 ضوء لحد يطفي الكهرباء. هسه القطع احنا حرقناها، بعد ما في قطع اللي يسوون الكهرباء. يا تعال شيك لك مو يمي، عطرات بالديوان كلها، امشي جونا لك وش اسوي لكم؟ هاي ثلاث ايام صار للواير بالقاع. جينا لابو الشلبيه يقول روح لابو الاسكان، نجي لابو الاسكان يقول اطلع برا لا طبليه، اطلع برا لا سمعك حكي مو زين. شبكات كهربائيه متهالكه وبنى تحتيه بحاجه للدعم والتجديد، وتجاوزات كبيره زادت من الاحمال والضغط على منظومه الكهرباء، وقله في الاليات، هذا ما تشكو منه محافظه الديوانيه وقطاع الكهرباء فيها. كوادر الصيانه جزء المواطن ما يعرف بالتفاصيل اللي قاعد تصير، كوادر الصيانه الشفت الصباحي قاعد نخليه يتاخر ويا المسائي، والصباحي والمسائي يتاخر ويا الليلي، على مود انجاز العطلات في اسرع وقت ممكن، تصل بعض الاحيان عطلاتنا ل 250 عطل، 300 عطل باليوم الواحد بمركز الديوانيه، هذا هاي مشكله كبيره يعني.
في عموم المحافظة الأيام الماضية من صار ارتفاع درجة الحرارة 55 درجة مئوية وصل حتى 450 عطل باليوم الواحد. احنا مشكلتنا مو بالإعطاء، هسا 2 باثنين 4 باثنين قبلنا، بس هي مشكلتنا العطلات، مشكلتنا الشبكات متهالكة تماما، صار لها 20 و25 سنة و30 سنة، وزيادة السكان دا تزداد وماكو رؤية حقيقية وتخطيط حقيقي لعبور هذه الأزمة. المسؤول يتحجج بكل الحجج، المليارات اللي انصرفت من تأسيس وزارة الكهرباء بعد 2003 ولحد هذه اللحظة احنا كل شيء ما شايفين. كورونا وسوء الخدمات خاصة في مجال الطاقة الكهربائية والفقر الشديد، معاناة وهموم أرهقت أبناء الديوانية وهم ينتظرون من حكومة الكاظمي بارقة أمل. من الديوانية فرحان مراد، قناة العراقية الإخبارية. تراجع كبير في ساعات تجهيز الكهرباء في محافظة المثنى حصل بسبب تفاقم الأعطال وتقادم المحطات وشبكات التوزيع، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين في هذا الصيف اللاهب. أمام موجة الحر اللاهب والتي تجاوزت نصف درجة الغليان، ما زال الانقطاع المتواصل مستمرا في التيار الكهربائي، حيث تعاني محافظة المثنى من نقص الطاقة التي أصبحت الشغل الشاغل لحديث الشارع السماوي، مما جعل المحافظة تخرج في تظاهرات احتجاجية على تردي التيار الكهربائي. نرجو من الدولة توفر لنا كهرباء شوية، أشغل الأسكان شوية تعبانة، إلى انطفت الكهرباء الناس تختنق تطلع بالشارع. إن الأسلاك كلها تعبانة، يعني مو شغلة إن شغلة كهرباء تولد ونطي، إن ذا ولد الكهرباء وطاب باستمرار، يعني نشوف هسه حرائق هواي عندنا بالسماوة سمحلات جملة اثنين احترقن من وراء الكهرباء، أسلاك تعبانة. وعلى الرغم من دخول محطة جيل أمريكية بوحدتين بطاقة 200 ميجاوات للخدمة ومحطة 400 تحويلية، إلا أن مشكلة الاختناقات على الشبكة الكهربائية ما زالت تشكل العائق في زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي، حيث عد معنيون ضرورة إدخال المشاريع باستحداث مغذيات 11 كيفي ومد خطوط 33 كيفي لكي تسهموا بإتاحة أكبر قدر من التيار الكهربائي. يعني السببين يعني تزامن لا يقل أحدهما عن الآخر هي الاختناقات مع التجاوزات، يعني سبب رئيسي بوجود هذه التجاوزات. تم إعداد خطط مدروسة بدقة لغرض زيادة الطاقة المجهزة لأبناء المحافظة. ويبدو أن ملف الكهرباء أصبح مشكلة أزلية في عموم البلاد لم يحسم مصيره بعد، على الرغم من حجم المبالغ التي صرفت عليه، ليشكل هاجسا مستمرا لمعاناة العراقيين الذين يحلمون بتحسن التيار الكهربائي. ويعزو معنيون أن نقص الطاقة الكهربائية في محافظة المثنى يعود إلى أسباب الاختناقات وكثرة التجاوزات على الشبكة الكهربائية. للعراقية الإخبارية، علي كريم، المثنى. مفاوضات جديدة بين العراق وتركيا تنطلق مجددا بعد عيد الأضحى المبارك لبحث ملف حصص العراق المائية في نهري دجلة والفرات، فضلا عن خطة تشغيل سد إليسو المثير للجدل. من جديد، حصص العراق المائية في نهري دجلة والفرات وخطة تشغيل سد إليسو على طاولة المفاوضات بين العراق وتركيا بعد عطلة العيد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. جولة يدخلها الجانب العراقي هذه المرة وملف المياه بيد أعلى سلطة تنفيذية، الأمر الذي سيعطي المفاوضة العراقية دعماً سياسياً بالإضافة إلى الأوراق الفنية التي يملكها. الآن الملف بيد رئيس الوزراء، الأوراق التي تولدت لدينا هي أوراق دعم كبيرة، أوراق سياسية واقتصادية بالإضافة إلى الأوراق الفنية التي تملكها الوزارة. المفاوض الفني في وزارة الموارد المائية مفاوض جيد بإمكانه عمل الكثير، ولكن يحتاج بالتأكيد إلى دعم سياسي واقتصادي، لأن الموضوع به جنبة فنية وجنبة سياسية وجنبة اقتصادية. هذه لأول مرة منذ عام 2003 يدخل رئيس الوزراء رئيس الحكومة مباشرة على هذا الملف ويقدم الدعم الكامل. تحريك ملف المياه مع الجارة تركيا وفق القانون الدولي يهدف إلى الوصول إلى اتفاق ثنائي بشأن الحصص المائية بعد تشغيل سد إليسو الذي يمكن أن يؤثر على إمدادات المياه في نهر دجلة. بعد أن أنجزت جارة تركيا إنشاء سد إليسو وإملاءه، أصبح من الضروري أن نتعرف على خطة تشغيل السد، لأن هذا مهم ومؤثر على نهر دجلة بالذات. فخطة تشغيل السد تهمنا حتى نعرف
ما هي الإيرادات اللي تطلق من السد وكيف تصل إلى إلينا وكيفية الاستفادة منها في خزنها في سد الموصل. وتأتي هذه المفاوضات وسط مؤشرات سلبية من قبل الجانب التركي فيما يخص الحصة المائية في نهر الفرات عبر سوريا، مما يثير القلق لدى الجانب العراقي. من بغداد، رزاق العقيلي، العراقية الإخبارية. أكدت قيادة العمليات المشتركة أن الكاميرات الحرارية التي نصبت على الحدود منعت تسلل الإرهابيين والمواد التي تؤثر في الاقتصاد العراقي. المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي أوضح لوكالة الأنباء العراقية أن الكاميرات تسهم في متابعة وملاحقة الخروقات الأمنية على الحدود، مشيرا إلى أن قوات الحدود الموجودة مع الجانب السوري بادرت بنصب كاميرات حرارية ذات إمكانيات عالية منعت تسلل الإرهابيين وتهريب المواد التي تؤثر في الاقتصاد وفي كلا الجانبين. أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب زيادة